عندما كنت صغيرا الشيء الوحيد الذي كنت أتقنه هو الرسم، ولم أكن أعلم ما المقصود بالعمارة، ولم أتخيل أن أكون معماريا في يوم من الأيام، إلى أن انتقلت إلى روما ورأيت العمارة بمنظور روما القديمة من المعابد والبيوت والأسقف والجدران والطرق والأعمدة. حينها استوعبت مفهوم العمارة والتركيب المعماري، وعرفت الرمزية المعمارية، وعرفت أن العمارة مرتبطة بالمقياس البشري. مرة أخرى أخرج سحر الكلاسيكية في روما الإبداع المختبئ داخل شخص لم يكن يعرف يوما من الأيام أنه سيغير موازين التجريدية ويثير الجدل بين الأوساط المعمارية في كل خط يرسمه. لعب غريفز دورا مؤثرا في الهندسة المعمارية في تحريك العمارة من عمارة التجريد الحديث إلى عمارة ما بعد الحداثة، حيث مثلت أعمال غريفز حلقة واضحة تعكس حس مداعبة الأشكال والتطور معا، كما عبرت أعمال غريفز عن التوازن بين العناصر القديمة والتقليدية مثل الأقواس والأعمدة واستخدام الألوان المستوحاة من الطبيعة والمكان، مشيرا إلى التفاصيل التاريخية في نفس الوقت. كان من أهم الأدوار التي ساعدت في ظهور عمارة ما بعد الحداثة، واستحق بجدارة أن يكون أحد أهم رواد العمارة في أمريكا. في منتصف السبعينيات بدأ غريفز بالابتعاد عن عمارة التقليد الحديث نحو البنية التي وصفها بالرمزية وذات صلة بصرية ورمزية للبشر، وبدأ غريفز باستعارة المجسمات على نحو متزايد، كما عمل على الإظهار بين العناصر التقليدية مثل الجدران والشبابيك والأقواس، رافضاً الحركة الحديثة في مزج العناصر. Michael Graves has created art that surrounds our lives. حصل غريفز على العديد من الجوائز خلال مشواره، منها جوائز أمريكية وعالمية من قطاعات حكومية وخاصة وكليات ومعاهد ثقافية. في 1980 جلبت أعمال غريفز المميزة الاعتراف الدولي كشخصية رئيسية ومؤثرة في عمارة ما بعد الحداثة، ومع ذلك أثارت أعمال غريفز الجدل مع معماريين ما بعد الحداثة، وأهم تلك الأعمال مبنى بورتلاند في أوريغون، أول مشروع عمومي كبير يستخدم في تصميمه عمارة ما بعد الحداثة. مبنى بورتلاند موطن لثاني أكبر منحوتة نحاسية في أمريكا تدعى بورتلانديا، ويبلغ طولها 35 قدم، وهي رمز للديمقراطية في أمريكا. تصميم تمثال بورتلانديا هو لامرأة ترتدي لباسا يوناني قديم وتحمل بيدها اليسرى رمحا وتميل إلى الأمام بيدها اليمنى لاستقبال زوار المبنى. يظهر المبنى التباين في الشكل والألوان والمواد المستخدمة والرمزية في الواجهات، كما أشار إلى الكلاسيكية في قاعدة المبنى والتاج في أعلى المبنى، كما راعى غريفز السياق المعماري للمباني المجاورة في تصميمه، وأظهرت واجهات المبنى استعارة الأعمدة القديمة وحجر الزاوية الضخم الذي كان يستخدم لإغلاق الأقواس في العمارة القديمة. يتكون المبنى من 15 طابقاً يحتوي على مكاتب للحكومة الأمريكية، كما احتوى الطابق الثاني للمبنى على معرض رائع للمعماري مايكل غريفز. ولم تقتصر عمارة غريفز على الولايات المتحدة الأمريكية، بل امتدت إلى الشرق الأوسط وبالتحديد في قرية الجونة في مصر. حيث
حيث دعي المعماري مايكل غريفز بواسطة صاحب قرية الجونة السياحية لبناء فندق داخل القرية، وذلك بعد أن أعجب صاحب القرية ببراعة وخبرة غريفز في عمارة ما بعد الحداثة، وخاصة فندق الحياة ريجنسي وفندق ميرامار في نفس القرية. قام غريفز بمحاكاة الطابع المعماري للقرية السياحية في تشكيل المساكن، كما استخدم طابع القرية المصرية البسيطة مستعيناً بأسلوب وبساطة المعماري المصري حسن فتحي، كما أدرج العناصر المجردة وأسلوبه في عمارة ما بعد الحداثة الذي لعب دوراً هاماً في تطوير المشروع. بالعودة لجنوب الولايات المتحدة إلى المكسيك، حيث وضع غريفز بصمة أخرى في برج سكني فاخر ذو إطلالة رائعة على البحر، حيث يرتفع المبنى السكني 200 متر عن سطح البحر بارتفاع 14 طابقاً. تطل الجهة الأمامية على البحر، أما الشقق الخلفية فتطل على المنظر الاستوائي، كما أظهر التصميم قدرته على توفير مجرى هوائي طبيعي، وبذلك توفير للطاقة الصناعية المستهلكة في التبريد. ومن ناحية أخرى زاد التصميم من قوة الارتباط بين الطبيعة المجاورة والمشروع. يتكون المشروع من 60 شقة سكنية، وتبلغ مساحة الشقة 300 متر مربع. كل شقة تحتوي على غرفتين للنوم وغرفة استقبال مع الخدمات، وتراس يمتد إلى خارج الشقة ليوفر الإطلالة على البحر والمساحات الخضراء المجاورة. حتى الآن لم يختلف فكر المعماري غريفز في التصميم، ولم يخلو المشروع على العديد من الأشكال الهندسية المجردة مثل الدوائر والأقواس والأعمدة المجردة. بالذهاب إلى إحدى منتجعات سنغافورة ريزورتس وورلد سانتوسا، واحد من أكثر المنتجعات السياحية شمولاً للرفاهية في العالم. يقع المنتجع في شرق آسيا سنغافورة تحديداً، ويحتوي المنتجع على فنادق من الدرجة الأولى ومرافق ترفيهية للعائلة ومدينة ألعاب متكاملة ومتحف وحديقة ومركز تسوق. صمم غريفز عناصر المنتجع لتحاكي الطبيعة الاستوائية لسنغافورة. الطبيعة الجميلة لسانتوسا التي تشمل الغابات الخضراء أوحت بالتصميم لغريفز، ودفعته للتأكد من أن المنتجع يتماشى مع الطبيعة المحيطة. يتضمن ريزورتس وورلد سانتوسا مايكل هوتيل، فيستيف ووك، كروكفورد تاور، فيستيف هوتيل، هارد روك هوتيل، Aquarius Hotel، Spa Villas، Marina Life Park، Maritime Expertinal Museum، Crane Dance، Universal Studios. اللون الأخضر والأقواس والأسطح المنحنية المبنية من البلاستيك الخفيف زينت أسطح كل من فندق مايكل وفندق كروكسفورد. كل منهما مصمم كنمط أوراق الشجر ليتماشى مع المناظر الطبيعية، وللتحكم بكمية الضوء الداخل إلى المبنى للتقليل من الحاجة للتبريد الاصطناعي.